مسلسل الهجرة غير الشرعية يتواصل حاصدا المزيد من الضحايا. 52 مهاجرا غير شرعي على الأقل لقوا حتفهم في قوارب الموت في آخر مأساة يشهدها المتوسط. الضحايا قضوا إثر غرق مركب كان يقل نحو 200 مهاجر قبلة سواحل مدينة زوارة على بعد 160 كيلومترا غرب العاصمة الليبية طرابلس. مركب الإنقاذ بوسيدون التابع لخفر السواحل السويدي والذي ينشط في إطار مهمة تريتون الأوروبية لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين تمكن من إنقاذ 570 مهاجراً. كان الوضع أسفل المركب سيئا للغاية، مستوى الأكسجين منخفض جدا وكان الوضع مزدحما للغاية، كما أن أسفل المركب يضم غرفة المحرك. يمكننا فقط تخيل كيف يمكن أن يكون السفر في مثل هذه الظروف. وتشهد ليبيا فوضى أمنية ونزاعا مسلحا فاقما الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التي تفتقد إلى الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوة خفر السواحل الليبية. Thank you.